pleasure to introduce my colleague, Professor Nayer Ismail. I get to know her on another class. هي بقى هتكلمنا على الفيلوسوفي سكورينج اند تشالنج. ان شاء الله هنستمتع حضرتك هايلة يا يعني ما خليناش حاجة بتهيألي دي بلاش لازمة طبعا خير يا جماعة الأول كنت سنة متبعين على سنة جديدة وبعدين سنة عايزة أشرح وصعب بيت سنة جديدة وابتديناها في كورس واحد كانت الدكتورة غادة بشكر الدكتورة غادة على دعوتها ان انا اشارك في الكورس ده والحقيقة انا سعيدة قوي يا دكتورة غادة وجودي معاكم. يا جماعة ابتدي ولا بلاش؟ والحقيقة سعيدة بالمحاضرة بتاعت دكتورة غادة جدا ما خلتناش حاجة الحقيقة يعني هي دكتورة غادة تساوي كولينج على طول. النهارده ان شاء الله انا هتكلم على اليونيت الكالوباتي. نعم لا ما هي السكر ده على النيونيتال انكيفالوباثي اسسمنت سكورينج اند تشالنجينج. طبعا هي المحاضره دي بناء عليها الدكتوره غاده هتقول لي كولينج يعني انا لازم اعرف انا ويتش ستيج و انا فين من هايبوكسيا وهبتدي كولينج. الاوبجكت بتاعت الليكشر بتاعت النهارده اللي هي تو بريزنت الباك جراوند عن الهايبوكسيك اسكيميك define some terminologies how HIA in short كله طبعا يعني diagnose بس هنركز اكتر على الستيجن to apply Sarnet stagin to apply Thompson stagin to know some challenges واحنا بنعمل الستيجن او بنعمل cooling. Despite major advances in monitoring technology and knowledge of fetal and neonatal pathologies and the present widespread use of hypothermia therapy, HIA remain a serious condition that causes significant mortality and long-term morbidity. HIA is characterized by clinical and laboratory evidence of acute or subacute brain injury due to asphyxia, and most often the exact timing and underlying cause remain unknown. لحد دلوقتي ما حدش عارف هي حصلت امتى وخدت وقت قد ايه ويا ترى ابتدت النوترو ولا ابتدت بعد ما نزل ولا امتى بالظبط هي خدت ساعه ولا ساعة. يعني لو قلنا اكيوت انسلت طب قد ايه طب لو قلنا كرونيك انسلت طب قد ايه طب هي شهر طب هي اثناء الحمل يعني لسه المواضيع دي مش باينه قوي. الانسلت بتاعها الحقيقه بتبقى من 1 ل 8 في الالف لايف بيرث في الديفلوب كانترز لكن طبعا في الاندر ديفلوب كانترز زينا بتبقى ازيد كتير. Some definitions ودي كانت مهمة ان انا اسمعها من الدكتورة غادة حتة ان هي بتقول لك استنى ساعة أو ساعتين استنى ساعة أو ساعتين وبناء على الديفينيشن اللي انا هقوله ده اللي هي البرينيتال والنيونيتال ديبريشن. دي كلينيكال ديسكريبتيف تيرم اللي هي ايه البيبي نايمان مدروح لسه مولود نايمان على روحه مش هروح بقى هبتديها كولينج على طول. الدكتورة غادة قالت لك ايه استنى شوية ساعتين كده تشوف الامور وتبتدي تحكم صح تبتدي الحاله تبتدي تبان لك هي ايه بالظبط. فدي ديسكريبتيف تيرم نيو بورن انت بريزنت وذ ديبريسد منتال ستيتس هو نايم على نفسه ومالتي هايبوتونيا بوسيبلي ديستربنس في الريسبيريشن والكارديو فاسكولار ده في الساعه الاولانيه من عمر البيبي من ساعه ما اتولد. اعمل انا حاجه في الساعه دي؟ لا ما اعملش حاجه استنى شويه لحد ما الدنيا ما تهدى وكل امور تهدى. This term make no association with the prenatal and postnatal condition ملوش دعوه باي حاجه لا له دعوه البيبي ده كان عنده ريسك فاكتور ايه ولا اي حاجه. ده البيبي مجرد نايمان قد يكون نايمان ان الام واخده ماتيرنال انستيزيا او هيلي انستيزيا شويه او انالجيزيا او اي حاجه ممكن يكون نايمان عشان كده نستنى شويه زي ما الدكتوره غاده قالت. طب النيونيتال انكيفالوباثي بقينا بنقول انكيفالوباثي يعني معنى كده في باثولوجي بس انا مش عارفه السبب هو في انكيفالوباثي هو البيبي مخه فيه حاجه بس هي ايه الحاجه دي انا لازم مفيش ايتيولوجي.
the clinical and not etiologic term that describe abnormal neurobehavioral state. يعني هو في حاجة ملخبطة اللي هي level of consciousness بتاعته affected و other signs of brain stem أو motor dysfunction. ده بعد الساعة الأولانية. بس لو etiology لا. It doesn't imply specific etiology. نيجي بقى ونيوتر في الكفالوبسيا مش شرط يكون اتش اي اي, مش لازم يكون هيبوكس كيسكن. ده ممكن يكون ستروك, ممكن يكون اتش اي اي, ممكن يكون برين ستيم دامج, ممكن يكون انفكشن او مالفورميشن وات ايفر. فمحكومش من الاول ان هي اتش اي اي. جينا بقى لكلمه الهايبوكسيك اسكيميك انكفالوبسيا. من اسمها هايبوكسيا واسكيميا وانكفالوباسي. يبقى عندي ثلاث حاجات. ذا تيرم ديسكرايب انكفالوباسي وذ اوبجكتيف داتا تو سبورت ذا هايبوكسيك اسكيميك ميكانيزم. اللي هو الهايبوكسيا ده شرط في lack of oxygen. اسكيميا lack of blood supply بتاع البرين, اللي في decrease في blood supply بتاع البرين وsubsequently بيبقى في brain damage. طب hypoxic ischemic brain injury, انا قلت injury بقى, انا injury ده يبقى حاجة حصلت بعد كده, انا اكتشفتها بعد كده post mortem. يعني ده neuropathology caused by hypoxia او ischemia, evidence biochemical EEG neuroimaging او post او بعد كده post mortem ان انا شفت ان في injury. يعني ان في انجري حصل. انا دلوقتي اتيولوجي قلت ده هايبوكسيك اسكيميا. حملت انجري قد ايه, عملت ايه, اللي هيبينها لنا بقى ايه اللاب داتا, هيبينها لنا النيور ايمجنج تكنيكس, او لو مات لو عملت له بوست مورتم هيبان السبب ايه. البرينيتال اسفيكسيا ده الديفينيشن اللي فاضل, اللي هو دي ستيت اوف ديسكربشن اوف جاس اكسشينج ات ذا ليفل بقى اوف بلاسينتا لو كان النيوترو, او ذا ليفل اوف جان لو بعد ما اتولد. وبيحصل على بيبقى فيها ايه هايبوكسيا, وهيبقى فيه هايبركاربيا, وبيبقى معاها اكومبانيد باي لاكتيك اسيدوزيس. تمام ماشيين كده. طب ايه الاسينشال كرايتيريا بتاعت البرينيتال اسفيكس عشان اقول ان في برينيتال اسفيكس؟ اكوردنج للامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس والامريكان كوليدج اوف اوبستريكولوجي قالوا لك ده انا عندي اربعه كرايتيريا لازم يكونوا موجودين. نمبر 1 بروفاوند ميتابوليك اور ميكسد اسيدوزيس, بي اتش تبقى اقل من 7. نمبر 2 يبقى لو ابر سكور عن اقل من 3 عند 5 دقائق. نمبر 4 نيورولوجي مانيفيستيشن, ده بيكون بالجنز بقى عنده هايبوتونيا, عنده كوما, عنده اللي عنده. ثالث رابع حاجه مالتيبل اورجان انفولفمنت. يبقى تشخيص البريتا اسيكس مش سهل, وعشان ابتدي كل من الكوره غاده بتقول مش اي حاجه كده, لا ده لازم يبقى انا عارفه انا بشتغل على ايه بالظبط, وانا ايه الديفينيشن, لازم الامور تكون واضحه وكلنا بنتكلم بلغه واحده. المالتيبل اورجان انفولفمنت كل هي كل حاجه زي ان اس واللانج وجي اي تي, كل الكلام ده كله. البريتا اسفيكسيا على فكره يا جماعه انسل بتحصل, ممكن تاخد البرين وممكن ما تاخدوش, لان في نسبه. يعني البرين تقريبا حوالي 30% بتاخد او 40% بتاخد, تاخد الكدني, تاخد اللانج, تاخد الجي, يعني ايه هتعمل لي مالتيبل اورجان انفولفمنت. وزي ما الدكتوره غاده قالت, وانس ان انا عندي اورجان اتاخد بالذات الكدني, معناها ان البرين تعرض لانسل فتره طويله, لان الكدني هي حامي حمل البلاد بالنسبه للبرين. يعني هي اكتر واحده بتقعد فتره طويله على بال ما تقع. فتره طويله ده مش ساعه, 5 دقائق. يعني انا لو خدنا الكيرف بس, عشان انا داخله في الباثولوجي, انا داخله على الاستيجنج على طول, هتلاقي الكيرف, هتلاقي اللنج وقعت, وبعدين بعدها الهارت مش عارف, لكن هتلاقي الكدني اخر واحده. فكون ان الكدني تبقى افكتد معنى كده ان البرين دوت سيفيرلي تعرض لهايبوكسيا. يعني في حاجه بتتعمل لها حاجه بيت سايد كده, اللي هي ايه, بيتا توماتيك جلوبولين بروتين بتشوفوه باليورين بيت سايد. لو لقيت البروتين ده موجود معنا كده ان الكدني فعلا افكتد, وان البرين اتعرض فتره طويله لهايبوكسيا, فده بيبقى ريفلكشن. في عندي طبعا لما بيحصل الاسفيكسيا بيبقى عندي انيشال كومبنساتوري ميكانيزم, وبعدين بيبقى عندي بعد كده ديليد. الانيشال كومبنساتوري ميكانيزم الاقي السيريبرال بلاد فلو عالي, كاردياك اوت بوت عالي, الاقي ان البلاد بريشر بيعلى, لكن بعد كده يحصل فيلير بقى, انا عملت ريسستيشن. يحصل بعد كده سكند فيز, اللي هو بقى اللي بيبقى فيه فيلير للكومبنساتوري ميكانيزم ده نتيجه الريبرفيوجن اللي انا عملته, فيحصل البلاد بريشر يقع, السيريبرال بلاد فلو يقل, والبرين يبتدي يسافر ويحصل الانجري بتاعنا. والماجنتيود بتاعه الفاينل نيورونال دامج بتعتمد على الانيشال انسلت بتاعتي كانت سيفير ولا مش سيفير, الدامج اللي حصل نتيجه الانرجي فيلير, الريبرفيوشن انجي والابوبتوز. اللي هي الاتش اي وحشه ليه؟ اللي احنا مسمين وعملوا لنا ميكانيزم وعملوا لنا هايبوثيرميا, لان طبعا علشان اللونج تيرم افكت بتاعتها انها بقى بتعمل سيريبرال بولسي ديفلوبمنتال بلاي, بتعمل كوجنيتيف ايشو, بتعمل بلاوي سودا, فعشان كده دي حاجه مهمه جدا.
الدياجنوزز ان شورت بعتمد عليه دياجنوز بعتمد الاول على كلينيكال ايه انا بعمل ايه انا بشوف البيبي اول حاجه بالسابنات ستيج ان انا اشوف الويتش ستيج سابنات والتومسون ستيج وبعد طبعا بعد كده يجي اللاب ونيور ايمجين بس قبل ما اقول ام ار اي وقبل ما اقول الكلام انا نفسي لازم ايه اشخص كلينيكال البيبي ودوت هيساعدني كتير بس بقى ايه يو هاف او يو شود هاف ا هاي اندكس اوف سبيشال لازم تكون شوك ولازم انا اشوف اذا انا دكوس يعني ايه يعني لازم اكون عندي السلف عالي وهي دي الاكسبيرينس يعني ايه اللي لسه دايما بتتعين غير هيبقى المدرس الاستاذ اللي هيبقى دكوس تلاقي السلف دي على عندك كمان ده عقد الحاله دي لا دي هي شكلها كده ده هي كده فيبقى عندي سنس اوف سسبشن في حياتك ما تشكش لكن على الهايبوثيسيس اسكيميك لازم تكون شكاك. طب هاو تو سسبكت ازاي انا اشك ازاي بقى لو انا البيبي سيفيرلي ديبريست والافر سكور كان عنده قليل انا حاضر الولاده واللي حاضر الولاده لازم يدوكيومنت والنيوناتولوجي من غير دوكيومنتيشن ومن غير ان اي سي ناكي ومن غير دوكيومنتيشن ولا تسوي حاجه كل حاجه لازم تتكتب سيفيرلي ديبريست محدش يحضر لي الولاده يقول لي ايه لا انا ما كتبتش الافر سكور لا 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 ما ينفعش لا اصل انا ما شفتش مش عارفه ايه لا ما ينفعش لازم كل حاجه تتشاف ولازم كل حاجه تتعمل. نمره 2 ان هو عنده اسيدوز خدت انا وانا واقفه البيبي ده ديبريست ده خدوا لي سامبل من العمليات الكورد ابعتها لاب كله وانا بشتغل كتير كله بيشتغل مع بعض. ثالث حاجه ان يبقى عنده الهارت ريت عنده ديسيليريشن ريكوست جاني دكتور الناس قال لي تعالي بسرعه احضر لي الولاده دي الهارت ريت كذا اقل من 60 يبقى انا رايحه عارفه انا رايحه على مصيبه فلما ابقى رايحه ابقى رايحه بحاجتي باللارينج سكوب بتاعي بكل التولز بتاعتي اللي انا عامل فيها سبستيشن مش هروح هناك واقول بقى الحقوني بعتوني بقى يا جماعه الكلام ده مش عارف. بعد كده النيت البيبي ده احتاج فوت بريشر فنتليشن اكتر من خمس دقائق اكتر من دقيقه والاول ديلي كراينج ما عيطش ده قعد خمس دقائق ما عيطش فين العياط بتاع البيبي ده ما عيطش لازم ابقى الرت لكل حاجه بتحصل. بعد كده لو انا يعني عندي اي اي جي وعملت اي اي جي لقيت فيه بيرث سبريشن ولقيت فيه مانيفستيشن بتقول ان الموضوع ايه اللي فيها اسفكسيا. طب الاسفكسيا دي لها الفيريس افكتس ودي كاسكيد بالفيريس افكتس يعني حاجه بتحصل وايفولفنج بروسس. كلمه ايفولفنج بروسس يعني مش معناها انسلت حصلت وجرى حاجه وخلصنا لا احنا ما خلصناش ده ايه عماله تزيد وتتفاعل وتطلع ومش عارفه ايه يحصل حاجات زي ما الدكتوره غاده قالت لنا استنى اصل يمكن ستيج 1 لا ده بقت 3 لا ده بقت 2 لا ده يعني هي ايفولف البروسيس يعني هي البروسيس شغاله لحد تقريبا 72 ساعه وتبتدي الموضوع يقف وممكن تبقى قادر انك تنزل هنا بس الموت طامر تاخد لنا حوالي 72 ساعه على بال ما تستقر وتقول لنا انا فين هي بقت ايه فبتاخد عشان كده الفول اللي بناخد 72 ساعه عشان اغطي الفتره اللي هي فيها الايفولف بروسيس دي. فده بالنسبه لان هي بيحصل انسل برايمري انرجي فيلير وبعدين شويه اعمل ريستيشن ويحصل ترانزيان امبروفمنت وبعدين يحصل بعد كده سكندري فيز اللي هو ما بين 6 ساعات و24 ساعه. عشان كده قال لك الثيرابيوتيك ويندو او قال لك الويندو في تشايس ان انا ابتدي العلاج اللي هو 6 ساعات لكن برضو زي ما الدكتوره غاده قالت ان هم من غير ما يعلنوا قالوا لك ايه طب احنا ممكن يعني نخليها 12 ساعه قد يكون يعني لكن طبعا في الكتابات ولما تيجي تدخل في التدور يعني لا بيقول لك 6 ساعات فلكن طبعا ايه احنا ما بيجي لنا حاله بقول ياخد الفرصه حتى لو كانت الفرصه دي 5% فهي احسن من ما فيش. An initial period of well-being or mild HIE may be followed by sudden deterioration. انت البيبي عندك انا شفته كويس ودكتور الناس هيجي يتخانق معاك بقى يقول لك ايه انت بوظت الحاله الحاله كانت كويسه تقوم تقول له ترد بمنتهى الثقه تقول له لا يا دكتور دي ايفولفنج بروسيس هي ابتدت كويسه بس حصل ديتيريشن سجست اون جوينج برين سيل ديس فانكشن اند ديث اند انجري اند ميبي ديث جورنج ذيس بيريد سيجر انتنسيتي مي انكريز يعني ممكن يحصل حد مش معنى ان انا هو بس الدكتور نسى كل اللي يهمه انه دهوني بيعيط لا لا انت ترد بثقه ما تتهزش يعني تقول له لا دي ايفولفنج بروسيس وفهمه يعني ايه ايفولفنج بروسيس. بعد كده اليوكي وبناء على كده اليوكي ريسستيشن كونسل جايد لاينز اون يور بورن لايف سبورت ريكومند ذات ا بيبي هو ريسيف سيجنيفيكانت ريسستيشن ادفيرس اند هو جوز اون تو شو ساينز اوف الكفلاكسي شود بي اسيست باي سارنات ستيجنج بتوين 24 ساعه و 48 ساعه يعني مجرد ان البيبي ده اخذ اكستنسيف ريسستيشن ده لازم اعمل له فول اب ولازم اعمل له سارنات ولازم اعمل له ستيجنج ولازم اشوف اخباره ايه مش
يلا باي باي كده وخلاص. لا لو جينا بس اخدت انا بدي اكزامبل عن السيفير اتش اي اي ممكن ازاي تتغير الحاله وايه الموست ترايكنج فيها. لقيت لما في من البيرث ل 12 ساعه بيبقى فيه مانيفيستاشن، بس اكتر حاجه اشوفها ان هي ايه ديكريز ليفل اوف اليرتنس، بدايه اوبتاندج يا ليثارجيك يا المهم ان هو الاليرتنس بتاعه او الكونشس بتاعه افكتد. بعد من 12 ل 24 ساعه الاقي مانيفيستاشنز كتير، لكن الموست سترايكنج اللي اشوفها السيجرز من 24 ل 72 ساعه تشوف يبتدي يدخل في كوما. يبقى انا البيبي ابتدى عندي الاول بشويه ان هو مدروخ وبعدين انتهى عندي ان هو دخل في كوما. فشوفوا قد ايه بقى، يبقى هي دي الايفولوت بروسيس، عمال يحصل برين دامج عمليه لحد ما استقر في الاخر ان هو جاله كوما. الاستيجنج بقى بتاعت الاتش اي بي هندخل بقى في لوب الايه المحاضره. بنقول ان الاسسمنت بتاعت الاتش اي اي ان انفانس و برينتال اسفيكسيا ميد يوزنج كلينيكال جريدنج سيستم. كان عندنا يعني هيستوري كده بيقول لك ايه، سنه 69 واحد اسمه ايرن تونتون تيسون قصدي عمل سكور، وواحد تاني اللي هي بوست اسفيكسيا سكور ديفلوب باي ليبر اثيل، وبعدين جه واحد اسمه باو اثيل. في النهايه جالنا بقى الاستاذ سارنيت سنة 76 وبعدين الأستاذ تومسون سنة 97، ودول الموست بوبيلر الموست كومن. وفي حاجة اسمها ليفل سكيل، في سكيلز كتير لكن دول الموست بوبيلر ودول اللي أكتر لهم إن هم بنقدر نعتمد عليهم إن هو أكيوريت أكتر من بقية السكيلز. طب وات از تومسون أند وات از سرنات؟ حد فيكم قاري الكلام ده يا جماعة؟ حد عارف الحاجات دي؟ حد فيكم فكر إن هو يعمل ستيجن؟ كله لسه يعني. طب يعني هنقول حاجه جديده. لا الجزء ده اهم حاجه، احنا بنقول ان لا ده انت يعني بصي ما خليتلناش حاجه. لا دكتوره انا دايما بحضرتها جميله يعني. السرنات سكيل او بيسموه سكيل او ستيجنج او كلاسيفيكيشن او سرنات جريدنج سكيل، اي اسم تحبوه هو ده الكلاسيفيكيشن. ده كلاسيفيكيشن للاتش اي اي نيو بورن استيميت السيفيريتي والنيورولوجيكال ديس اوردر في النيوبور. التومسون ده برضو كلينيكال تول نيوميريكال بالارقام بقى. الثاني حاجات كلينيكال هنقولها، ده بالارقام ده كلينيكال تول كومبرايزنج اوف سيت اوف كلينيكال ساينز اسوشيتد وذ ان اس ديس فاكتور يوز ان ذا اسسمنت اوف سيفيريتي. يبقى الاثنين بيقولوا لي سيفيريتي، كمان الاثنين بيعملوا لي بريدكشن لللونج تيرم سيكول اللي هتحصل. هو ايه الخط ده ولا انا ايه ده؟ Both have been utilized to assess eligibility for therapeutic hypothermia. الاثنين بقى هم اللي بيحددوا لي شغل الدكتوره رد. انا هعمل therapeutic hypothermia ولا مش هعمل. دي نمره واحد. And they are prognostic tool for predicting long term outcome. هو انا بس عايز اعرف ايه الخط ده يا رد؟ ولا ده ايه ده؟ طب خلاص مش مشكلة. في عندنا نقول لو اتكلمنا عن السرنات، في عندنا اوريجينال سرنات وديفايس سرنات. الاوريجينال سرنات بيتكلم عن كلينيكال داتا بلس اي جي فايندنج، والموديفايس سرنات قال لك بسهوله وعشان الاماكن اللي ما فيهاش اي جي موجود في الرحلات او في لا هنعمل كلينيكال داتا بس. ده للتسهيل يبقى عندي سرنات وموديفايس سرنات. الاتش اي اي سرنات بيزد على ايه؟ بيزد على الكلينيكال برزنتيشن بتاعتي، الاكزامينشن فايندنج، البريزنت اوف سيجرز، الديوريشن اوف ايلنس. عشان نسهل الموضوع عشان اعرف احفظ السرنات ده عندي فور نيورولوجيكال كلاسيفيكيشن، واحده اوتونوميك وسيجرز، ده كلينيكال برزنتيشن. عايز ازود عليهم بقى الاي جي ازود عليهم الاي جي. طيب ايه ما بيقلبش ليه؟ ده شكل الجدول بتاع الاوريجينال سرنات. الموديفايد هتروح شايل منه حته الاي جي فايند دي. طبعا الجدول شكله يخط شويه
وان هو ممكن تقول انا هحفظه ازاي. انا هقول لك بالبلدي الاول تحفظ ازاي تطلع مسج، وبعدين بعد كده لازم التفصيل لما تيجي تعمله بجد على العيان لازم تعمله تفصيل. اول حاجه ستيج 1 البيبي تقريبا مهم تقريبا الليفل كونشسنس بتاعته بيبقى ايه هايبر اليرت، بيبقى مصحصح قوي ريتابل. ده اللي عارف تلاقيه في المحضر ايه يعني عندي بلد يقول لك ايه على حاجه على بلد عامل كده، تيجي تلمس الحضانه يعملك مورو، تيجي مش عارف ايه يعني تحس ان هو واحد متوتر. ايوه متوتر، هو قاعد متوتر واحد متوتر. الريفلكس بتاعته مورو لس هتبقى نورمال، لكن المورو يزي الاستيك مجرد بقول لك انا لو فتحت باب الحضانه يروح اعمل مورو، فيعني ده الثريشولد بتاعته واطي قوي. بقيت الريفلكس اللي بتبقى تقريبا نورمال، التون بتاعه شويه ممكن يكون هايبرتونيك شويه يا نورمال تون يا هايبرتونيك. طب السمبثاتيك نيرفس هو سمبثاتيك ولا باراسمبثاتيك؟ الاوتونوم لا هو سمبثاتيك، فبالتالي هتلاقي عنده تاكي كارديا، هتلاقي عنده سكريشنز قليله، هتلاقي عنده الموتيلتي بتاعت الجي اي تي بتبقى تقريبا بتبقى وذ النورمال. يعني السيجر في سيجر؟ لا ما فيش سيجر. طب في اي جي 5؟ لا ما فيش اي جي. يبقى انا كل اللي عندي هنا ان هو متوتر. طب السيجر 2 عنده كونفولشن. طب السيجر 3 كوما. يعني ايه ده؟ يعني ما هو لو في كوما عمري ما اقول سيجر 2، ولو ما فيش ولا حاجه عمري ما هقول ان هو سيجر 2 يبقى ده سيجر 1 تمام ده كده. لكن التفصيل لا لازم نكمل التفصيل. هنشوف التفصيل بقى كوما. المفروض يا دكتور رضا بعد اذن حضرتك يعني بعد كده نعمل كورس للسيجر عشان يتعلموا ازاي يعملوا النيورولوجيكال اكزامينشن، لان الحقيقه يعني نادرا ما حد بيدخل في ديتيل النيورولوجيكال اكزامينشن. والنيورولوجيكال اكزامينشن بالنسبه من غير ما نكتشف، يعني انا بشوف الكلام ده يعني ما حدش بيشيل طرش. احنا واحنا نقول كان لازم طرش البيبي عشان اشوف البيوبل، انا ما بشوفش حد بيشوف البيوبل. لازم اعمل نيورولوجيكال اكزامينشن، مش مجرد انا شفته فلاسيد وكده وخلاص. لا، هي فين الريفلكسز؟ هي فين انا اشوف البيوبل؟ هي فين ان انا اشوف التون بتاعه؟ فين الكلام ده؟ لازم الكلام ده يتعمل انديتيشن ونعرف نعمله. يعني حتى انا بقرا امبارح لقيت بيقول لك لا ده بيقول لك ده لازم تريننج ان انا اعمل الكلام ده واشوف كنت بتعمل ايه. يعني واحد لازم يعمله، انت بتعرف تعمله ولا ما بتعرفش تعمله؟ لان بناء عليه انت بتعمل الستيج، وبناء عليه دكتوره غاده هتبتدي الكولنج. يعني يبقى لازم الكلام يكون صح. فالليفل اوف كونشسنس الالف ولا مش الف؟ الستيج 2 هيبقى ليثارجيك، الستيج 3 ستيوبرس ضايع خالص يعني. طب النيورو ماسكولار كنترول المسل تون نورمال في ستيج 1، هايبوتونيك في 2 او اللي هي مودريت احنا بنقول 1 و 2 و 3 او مايلد ومودريت في 7 وفلاسيك في ستيج 3. البوستر نورمال ولا دي كورتيكال اللي هو الارم فليكسد واللج اكستندد ولا دي تريبريت كله كده مخشف نايم مخشف كده؟ فيعني ممكن حد نقول له دي تريبريت يقول يعني ايه دي تريبريت؟ يبقى انا لازم اكون عارفه الكلام ده كله. الاسترتش ريفلكسز بتبقى في اللي هو اسهل حاجه بعملها ني جرك. في المايلد هيبقى نورمال او هايبر اكتف، وفي المودريت هيبقى هايبو، وفي السيفير مفيش ريفلكس مفكومة مفيش او فلاسيد مفيش ريفلكس. سيجمنتال مايكلونس بتبقى بريزنت ابسنت. الكومبلكس ريفلكسز ساكن ريفلكس ده من الريفلكسز المهمه اللي بنعملها في النيوبورن. لو ساكن ريفلكس حلو بحس ان البيبي ده كويس ان هو عارف يمص، يعني يمص ولا ما يمصش، يبقى ايه سترونج او ويك او ابسنت. اوكيو فيستيبلر اللي هي بروح عند راس البيبي كده العينين بتروح في الاوبسيت سايد موجود ولا مش موجود، يبقى دوت نورمال او اوفر اكتف او ويك. التونيك نيك ريفلكس سلايت وسترونج وابسنت. الاوتونوميك نيرف سيستم في المايند بيبقى سمباثيك، في المودريت باراسمباثيك، في السيفير ميدوي يعني يا سمباثيك يا باراسمباثيك، اي فاريبل بتختلف يعني. البيوبل بتبقى طبعا ما دام سمباثيك هيبقى فيه ميدريازيس في المايند، هيبقى فيه مايوزيس في المودريت، هيبقى برضه فاريانت يبقى ما بين البنين، يعني السيفير ده بين البنين في كل حاجه. الهارت ريت ما بين سمباثيك يبقى تاكي كارديك، وبعدين ده برادي كارديك عشان باراسمباثيك وستيج 3 فاريبل. السكريشنز السمباثيك بيبقى فيه سبيرس سكريشن، ما فيش سكريشن كتير. باراسمباثيك الناس تيجي تقول لي انا بشفط كتير مش ملاحقه، ده كل شويه يجمع، ده مش عارفه ايه، فده بيبقى كده. السيفير بيبقى فاريبل. الجي اي تي موتيلتي بتبقى في السمباثيك نورمال او ديكريت، باراسمباثيك
بتزيد ايفن ممكن يجيله دايريا السيفير بيبقى فاريبل. السيجرز ما بتبقاش ما فيش سيجرز في سيج 1 او اللي هي المايلد. السيج 2 بيبقى فيها سيجر. السيج 3 ممكن هي رير بس ممكن او ممكن لا. الاي جي فايندنج لو انا بقى عملت اي جي بيبقى نورمال في السيج 1 او اللي هو المايلد. في المودريت بيبقى لو عملته ايرلي يعني ساعه لما شفت البيبي ايرلي بيبقى فيه بيريودك باتر وبعدين بعد كده عشان هي ايفولفنج بروسيس بتبقى بعد كده بنلاقي حاجه اسمها سوري ايرلي بيبقى لو فولتج وبعدين بيريودك باتر وبعدين سيفير بتبقى ايرلي بيريودك باتر وليد بيبقى ايزو توتالي ايزو بوتنشال. ده هيتشرحه دكتوره مش عارفه مين الديوريشن بقى بتاعه السيج 1 بتاخد لحوالي 24 ساعه لكن ممكن توصل لثلاث ايام بس الكومن انها 24 ساعه. المايلد بيبقى المودريت بتبقى من يومين ل 14 يوم. السيفير بتاخد لي من اورز تو ويكس. دوت اللي هو بقى الموديفايد. الموديفايد شايف كل اللي انا قلته لحد السيجر مفيش اي جي خلاص يبقى ده الموديفايد احنا قلناه. الاوت كام بتاعنا في المايلد اتش اي اي بيقول لك معظمهم بيبقوا نورمال. المودريت 80% ولو ان في كلام على المايلد ده بعد كده يعني. السيفير بيبقى المورتاليتي بتوصل ل 75% يعني حاجه عاليه قوي و 80% منهم بيجي لهم نيورولوجيكال سيكل يعني عاشوا ما ماتوش بس حصل لهم بلاوي يعني حصل لهم مشاكل. الفريكونسي اوف ستارت اعمله ايه مره وخلاص يعني انا عملته وابتديت خلاص ده انا بعمله كل 12 ساعه في ال 72 ساعه الاولانيه. يبقى البيبي بتاع الاسفكسيا ده او البيبي بتاع الاشيل عايز له دكتور لوحده لحاله في نبطشيه لها دكتور ولها بس ما حدش واحد عادي ويعمل لو حد تاني معاه في النبطشيه ده ياخد شويه ويرجع لان البيبي ده كل شويه عمال يعني. فيبقى كل 12 ساعه بعمل له ايه؟ بعمل له السرنات سكون وبعدين بعد كده بعد ثلاث ايام لما اخلص الريورمنت بعمله ديلي مش كل 12 ساعه لحد ما يخرج عندي من الحضانه. يبقى كل يوم بعمله واشوف ايه الاخبار هو اتغير هو زاد هو قل هو ما اعرفش ايه كده. يبقى السرنات بيتعمل قبل ما ابتدي هايبوثيرميا ده نمره واحد. نمره اثنين بعمله كل 12 ساعه في ال 72 ساعه الاولانيه. نمره ثلاثه ان انا بعمله فولونج سيسيشن بعد ما اخلص الهايبوثيرميا بعد ما اخلص الهايبوثيرميا او كولينج بعمله. وبعدين السيكونس اوف سرنات سكورز شود بي انكلودد ان ذا ديشارج سامري وانا بكتب ديشارج سامري لازم اقول هو خارج سرنات كام سرنات ايه. This will enable the correlation between brain MRI and neuro development outcome. The creator of the scale اللي هو الأستاذ سرنات أو الدكتور سرنات noted that the infant who didn't enter stage 3 and who had signs of stage 2 for fewer than 5 days يعني ما دخلش stage 3 وقعد أقل من 5 أيام في stage 2 ده يعني تقريبا في الفولو أب يبقى normal. But persistence of stage 2 for a week or failure of EEG to normalize it predict later neurological impairment في البيبي ده تمام. Short term neurological improvement expressed by Sarnath scale predict a neurodevelopmental outcome عند 18 ل 24 شهر. يبقى انا هي مش مره لا ده انا بعمله كذا مره ولازم يبقى فيه كل واحد فيكم في مكان بروتوكول الوحده ده يتعمل والبروتوكول ده يمشي عليه كل الناس مش انا شكل وده شكل وده شكل لا كلنا نعمل نفس الشغل. In contrast بقى لسرنات جي تومسون بقى سنة 97 didn't require categorization of severity of encephalopathy but rather relied on simple numeric score. استخدم لي أرقام وده كان أسهل شوية من سرنات to describe the peak severity of encephalopathy. التومسون سكور ده برضو ده neonatal scoring system used to assessment في ال HIE prenatal asphyxia. السكور ده له high sensitivity و high specificity for HIE adverse outcome. Thompson score ده used ك entry criterion للhypothermia زي السرنات يعني السرنات وال Thompson دول بيستخدموا عشان اشوف ال eligibility بتاعة النيوبورن ده انه يدخل في موضوع cooling ولا لا تمام. وكمان predictor يبقى هما diagnostic و predictor ودول من الحاجات المهمة جدا عندنا. التوتال سكور بتاع Thompson بيجمع لي عندي 9 بارامتر وتسعة بارامتر كل بارامتر السكور من 0 ل 3 فيبقى المينيمم سكور 0 والماكسيمم سكور 22 تمام. هنشوف شكل السكور. السكور اهو
ادي عندي لو عديتوا هتلاقوا 9 بارامتر التون كونتنت والفيت والكورتا والمور والجراس والباكنج والريبريشن والكلام. اسهل من السرنات، بس اللي مستعمل كتير قوي هو السرنات، لكن تومسون حلو برضه سهل. فاحنا لك حريه الاختيار، عايز تشتغل بتومسون اوكي، عايز تشتغل بسرنات، المهم ان انت المكان اللي بتشتغل فيه يتفق على حاجه وتتكتب في البروتوكول، والبروتوكول ده يمشي على رؤوس العباد كلها. وكل بقى ايتم منهم بيتقسم ل 0 1 2 3. يعني مثلا قلنا التون نورمال يبقى 0 هايبرتونيا، فيرستج 1 هايبوتونيا، 2 و3 فلاسيد كونشس زي الفيتس زيها، في كونفرجن ولا ما فيش، في البوستشر اخباره ايه، المورو في مورو في جراس في ساتلنج ريسبيريشن نورمال ولا هايبر فنتيليشن ولا بيجي له شويه ابنيا ولا 3 بيجي له ابنيا، الفونتانيل نورمال ولا فول وتنس ولا تنس ولا حتى ستيج 3 ما بيكتبش الكومنت بتاعته لان معتبر ان ستيج 3 فاريبل، يعني ممكن كده وممكن كده. يعني الانتربريتيشنز بتاعته سكور 0 ده نورمال، الماكسيمم سكور 22 يعني معناها ده في حاله سيئه سيجنيفاي ذا ورست بوسيبل ستاتس اوف اتش اي اي دايركتلي بروبورشنال تو سيفيرتي اوف نيورولوجيكال كونديشن. عندي بقى راح مقسمها قال لك ايه، قال لك من 1 تو 10 ده كونسيدرد مايلد. يبقى انا لو جيت اعمل كورليشن مع سرنات يبقى ايه، سرنات المايلد بتاعه في تومسون يبقى من 1 تو 10، من 11 ل 14 ده مودريت، من 15 ل 22 اللي هي اقصى حاجه ده سيفير هايبوكسيك. Thompson score of 5 or more has also been suggested to be useful in predicting moderate to severe HIE, thereby facilitating decision making for therapeutic episode. يعني انا من اول 5 ابتدي اقلق، ابتدي اقلق واقول ايه، ده انا ظاهر داخله على ان انا اعمل هايبوثيرميا. في النورمال ثيرميك، عشان كده الدكتوره غاده قال لك ايه، ما تعملش حاجه البيبي ولا تعمل كولينج ولا باسيف كول ولا استنى ساعتين عشان اعرف، لان انت لو عملت بس كولنج هتغير لي الموضوع وهتغير لي، الا اذا انت في مكان ما فيهوش كولنج مش هتعرف تجيبه لي والكلام ده كله، فاستنى شويه. في النورمال ثيرميك انفنت ماكسيمم سكور اكتر من 10 جونج ذا فيرست 7 دايز اوف لايف بريدكت ابنورمال اوتكم، ده 100% سنسيتيفيتي و 61% سبيسيفيستي. موروفر study done by واحد اسمه هورن et al. has shown that the encephalopathy assessment described by Thompson score عند 3 ل 5 ساعات، يعني لو استه بقى شوف ما قالكش عند ساعة، ما قالكش عند ساعتين، ابتدى بعد ساعتين ساب لي الحتة بتاعت النيوتال ديبريشن والنيوتال مش عارفة ايه اللي انا اشوف البيبي ده هيجرى له ايه. قال لك بعد 3 5 ساعات ده سنس بريدكتور ان ايذر ابنورمال 6 اورز اي امبليتيود اي جي، يعني بيقول لي ايه ده الاي جي بتاع البيبي ده عن 6 ساعات هيبقى وحش، هيبقى اب نورمال اور مودريت سيفير انكفالوباسي بريزنتنج وذ 72 ساعه، او في خلال 72 ساعه لو انا ما عملتش حاجه البيبي ده هيبقى وحش، يبقى ده بريدكتور هيقول لي ده هيحصل كذا. لو انا ما بتدخلش، لو ما كنتش عملت كولينج ولا حاجه، هلاقي بعد 72 ساعه دخل لي الكاتيجوري بتاعت السيفير. سو ايرلي تومسون may be useful to assess with triage and selection of infants or for therapeutic hypothermia. It is useful clinical tool even in cold asphyxiated newborns. طيب بكرره زي السرنات، احنا قلنا السرنات كل 12 طب بعمل ده، انا ده بقى ده السرنات بعمله كل 12 ساعه، ده بيقول لك بعمله كل ساعتين، ده بيقول لك كل ساعه ساعتين. طب انا عشان خاطر انا عشان احنا يعني بيزي، طب خلينا كل 3 ساعات ولا 4 ساعات بس نتفق ونكتبها في بروتوكول ونعملها، واقول لك اعملها من كل ساعه ساعتين. فتخيل اقول لك عشان كده ده عايز له دكتور قاعد له، او عايز له نرس نرس قاعد له، ما مش النرس ماسكه حاجه ثانيه، لا ده هي الحاله دي قاعده لها بتعمل كل ساعه. وممكن النرس تعملها لو احنا معلمين النرس بتاعتنا، على فكره النرسات بره بيبقوا هاي ايدوكيتد يعني بيعملوا الكلام ده كله. is required for this patient to determine the stage of HIE and if HIE stage progress from stage 1 to stage 2 3. وهو على الكولينج بعمله، يعني ايه بعمله كل ساعه، هو على الكول يا ترى بيتغير على الكولينج ولا ما بيتغيرش، بيحصل ايه، كل ده لازم يبقى ريكوردد. التومسون سكور فيرسس امبليتود اي جي، الدكتوره مريم هتشرح لنا الامبليتود اي جي، فبنشوف طب ايه علاقه التومسون بالامبليتود اي جي. قال لك لو التومسون هاي والاي جي بتاعي سبريسد ده اسوشيتد وذ ان ادفيرس اوتكم افتر برينيتال اسفيكسيا اند ثيرابيوتيك هايبوثيرميا، يعني لو الاثنين مع بعض كده لا ده يبقى حاجه وحشه قوي يعني.
بكورليشن تومسون والمضافات سرنات. احنا مش هنقول بقى سرنات عشان الاي اي جي ان نسهل علينا شويه. في علاقه بينهم طبعا. لو تفتكروا ان احنا قلنا ايه ان الستيج 1 في التومسون كانت من 0 لكام 10 تمام 10. فيبقى انا عندي ايه بيقول لك تومسون يوز تو كونفيرم ذا كاتيجورايزيشن اوف كلينيكال انكفالوباسي. هوريك في الاخر شيء بيعملوه بره حاطين التومسون سرنات في شيت واحد عشان التومسون بياكد لي سرنات تمام بياكد الكاتيجورايزيشن بتاعه السرنات اور بروفايد ان اديشنال ايفالويشن ميثود فور كيسز وير سرنات از بوردر لاين. ساعات على فكره السرنات ده سبجكتيف وعشان كده نفس البني ادم اللي لازم يعمله يعني زي بالظبط كده اللي هو البلار سكور. البلار سكور بيقول لك ايه يا ريت اتنين اللي يعملوه وناخد متوسط القرايات لان اعمل اسسمنت ديسيشن ايج. انت ليك انت بتقول لي دي 120 وانا بقول لك لا دي 150 وده بيقول ده 100. فانت ليك راي وانا ليا راي. انت ليك عينك شايفه الطريقه وانا عيني شايفه الطريقه فلازم اخد ايه متوسط القرايات. فالكورليشن ما بين التوبس والمضافات بيقول لك ده تو كونفيرم الكلام. النورمال سرنات كورسبوند تو تومسون فاليو بين 0 و 4. يعني انا لو عندي سرنات اللي هو عندي نورمال ما فيش اي حاجه خالص يبقى ده بيكورسبوند على التومسون من 0 ل 4. طب المايلد سرنات كورسبوند لكام؟ كورسبوند التومسون 4 من 5 ل 6. يبقى انا عندي عشان ابتدي اقول يا هايبوكسيا او المايلد يبقى بنبتدي من 5 على تومسون. يا قبل 5 يبقى ده ما كانش فيه حاجه. طيب المودريت سرنات بيكورسبوند لكام تومسون؟ 7 ل 13. السيفير سرنات بيرسبوند من اكتر من 14 لحد ال 22. خلاص اتفقنا. فور اكزامبل انا عندي بيبي التومسون بتاعه اكتر من 5 ده مي هيلب تو ايدنتيفاي كيسز وذ مايل اتش اي اي على السرنات ذات مي نيد فيرذر ايفالويشن فور بوتنشال انيشيشن. انا لسه مش هبتدي هايبوثيرميا هنا ده بس بيقول لي ايه خلي بالك تمام. طب لو التومسون اكتر من 7 ده بيأيدنتيفاي كيسز وذ مودريت اتش اي اي على السرنات ذات مي بي اليجيبل فور ثيرابيوتيك هايبوثيرميا. واضح يا جماعه كده؟ ادي الجدولين اللي انا قلت لكم عليهم اللي فوق ده سرنات واللي تحت ده التومسون. هتلاقي السرنات متعمل انيشال ساعه ما شفته اللي هو بعد ساعتين بعد ثلاثه المهم في الست ساعات الاولانيين حتى ممكن طبعا بعد كده. وبعد كده بعمله بقى ايه ديلي يعني الاول يوم بعمله كل 12 قصدي الثلاث ايام الاولانيه كل 12 ساعه وبعدين بعمله ديلي. التومسون بقى بصوا بعمله كل ايه الاول ايه كل الاول قال كل ساعتين وبعدين بعد كده بعمله ديلي لحد ما البيبي يخرج وبقارن الاثنين ببعض تومسون بالسرنات وباخد متوسط الكلام بتاعي ايه في النهايه بشوف هو خارج عندي السرنات بتاعه ايه وخارج من عندي التومسون بتاعه ايه. طب في تشالنجز في موضوعي ده؟ في تشالنجز ان ديسبايت ذا سيجنيفيكانت ديفلوبمنت اوف فيريوس دايجنوستيك ميثود اسيسنج ذا ديجري اوف برين دامج اند بروجنوزس ان نيو بورن وذ اتش اي تريتد وذ هايبوثيرميا ستيل ريمين تشالنج. الدايجنوستيك نفس تشالنج ان انا اشخص البيب ده تشالنج ان انا اقول ويتش ستيج ذا تشالنج. فبقول لكم طب بذمتكم حد فيكم معلش خلينا صراحه حد فيكم جنب الراجل انفورميشن كل لما ادي واحد بقى ينزل يرد. طب في حد فيكم بقى معاه كرسي ده انا في البيت؟ لا ما طب لو قلت انا عندي اللي ما بيعملوش يعني مش هنكتسب. طبيعي حد ان الواحد هنا يا جماعه ايوه في عندنا ناس وعندنا من الناس طب بذمتكم صلاتكم بتشيلوا 12 كيلو؟ طيب ماشي خلاص مقبولة اوكي. يعني لكن عايزه اقول ان حته الاكزامينيشن ده حاجه اجونايزنج للدكتور اطفال يعني حاجه تضايقه لان هو حاجه مش قابلين الدكتور هو اصلا مش لطيف قوي يعني وصعب وان انت تاسس ده مش سهل يعني. فده اذا كانت الكتب بتقول كده انا حاسس يعني تشالنج هو تشالنج مشروع تشالنج. It is recognized that the neurological assessment of newborn is challenging practically for inexperienced clinician. يعني واحد مش عارف او ما بيعرفش الريفلكس تصدقوني انا بشوف ناس كتير مش عارفه الريفلكس او بتتعامل ازاي او يعني عاملها ازاي ولو عملتها يعني انا مثلا في ساعات يجي نايب عندي يقول لي ايه ده البيبي دوت هايبرتونيك اجي اعمل ريزوشن
طيب ده ريفلكسز اكسجريتد، اعمل ريفلكس ريفلكس نورمال، يبقى لازم اعرف النورمال. يعني انا الاول ما ابتديش بالاسفيكسيا، لا ده انا عايزين نتعلم النورمال الاول اخبار ايه، وبعد كده ده حتى الكونفرجنس. يعني الكونفرجنس في حد يقول لي واقفه ما اعرفش تقع في عندي دايما ليه واقفه كده يا ابني الفيديو كونفرجنس هو فين ده يا ابني ما كونفرجنس قدامك اهو ما هو ده حتى الكونفرجنس لازم يعني ما تقوليش كونفرجنس ده انت لازم تقولي نوعها تونك ولا كلونك ولا مايكرونك ايه ولا ساتل ولا ده ايه ده يعني ده لازم تقولي نوع طبيعي هي بريف ولا تقعد فتره طويله طب هي كنترول ده مش كنترول ده هي فريكونت ولا مش فريكونت طب الكلام ده كله طب يعني ايه كلمه فريكونت طب يعني ايه شورت والترا شورت كل الكلام ده لازم ابقى عارفه كل كلمه انا بقولها يعني هو ده حاطط لي جدول بيقول لك ايه علميهم يعني ايه الالف طب اعملها ازاي طب يعني ايه نشره السيميلاي طب يعني ايه مايند ستيمولا طب يعني ايه حتى الاستيميلاي وانا بعمل الاكزامينشن لازم ابقى عارفه يعني انا بعمل ايه تمام يا جماعه قول دكتور هو اندرتيك اهو سارنات سكورينج ريكوردينج شود بي بروفايدد ويز ابروبريت ريدنج لازم ابقى متعلمه ومتمرنه وما اعرفش اقول انا بعرف لا لازم ابقى كونتنت كونتنت بيت ميدسن ان انا بعمل الحاجه 100% صح ماشي ما تقوليش الريفلكس معوج شويه ولا معوج حاجه لا كونتنت يعني لازم اكون بعمله 100% مش مسموح لي ان اغلط في البتاع achieving competency need both training and practice لازم اعمله هنعمل لكم ان شاء الله ورك شوب ان ازاي هاو تو اكزامين اهو بص حتى بيقول لك ايه البارامتر دي لازم تعمل ايه الاستيميليشن تكنيك المايلد ستيمولس ده اللي هو يبقى ايه طب المودريت ستيمولس ده اللي هو يبقى ايه طب الالرتنس طب الهايبر الرت اقول عليه هايبر الرت ازاي طب ليثارجيك يعني ايه ليثارجيك طب اوبتاندج يعني ايه طب ستوبرس يعني ايه طب كوما يعني ايه طب البوشر كل ده لازم ابقى عارفه المعاني دي كلها وبشتغل بيها طب ادي اول تشالنج ان الاكزامينشن نفسه والدياجنوستس نفسه ده الفيرست تشالنج ان ده ان نكون انا اعرف شخص دي نمره واحد نمره ومفيش حد فينا كبير على كده يعني نمره اثنين السيديشن والباراليسيس ميك ذا جريدنج ديفيكلت يعني الـ حتى بقى عشان الدكتوره غاده مثلا قالت لك ايه ده بيبقى فيه فين لازم احط فين مانجمنت ما هو الفين مانجمنت ده هيغير لي شويه السكور طب انا اعمل ايه ملهاش حل على فكره هو بيقول لك ده تشالنج بس ملهاش حل ما هو انا اسيب البيبي يعني يتعذب يعني هتفرق شويه انا هقعد كولنج يعني هو اصلا مش هعمل حاجه احسن من كده يعني مش الكولنج هعمله اه هعمله ثلاثه كولنج من بعض يعني ثلاثه في واحد لا هو الكولنج يعني واخدين بالكم ميك ذا جريدنج ديفيكلت سو وين اسيسنج ذا انفنت ذا تايب اوف ميديكيشن اند اماونت اند ذا تايم اوف بلاد ادمنستريشن شود بي دوكيومنتد طب السيجرز السيجر كود بي ميزد لو البيبي ده هيفلي سيديتد وبارالايز طب انا مش هعرف السيجر طب هيحصل ايه ما هو عالكولنج لكن هي شارج بتمس حاجات طب في تشالنجز في ديفلوبمنت ثيرابيوتيك استراتيجي اه في تشالنج ده دلوقتي دخل لي المايلد هايبوثيرميا في الموضوع المايلد اتش اي في الموضوع بس لسه ما حلفوش يعني هو بيتكلموا فيها انا لسه احنا دلوقتي خلينا على مستوى المودريت والسيفير لكن هو بيكلمني في المايلد بعد كده ليه يا جماعه لان المايلد هتقلب لمودريت ممكن تقلب لمودريت ممكن تقلب لسيفير فبيقول لك هو عادي يقول لك بس ايه خلي بالك من المايلد. There is increasing evidence that infants with mild neonatal encephalopathy have significant risk of mortality, brain injury, and adverse new developmental outcomes. ده هم لقوا بقى هم الناس دي بتعمل استاذ السنين. لقوا بعد كده ان العيال دي بتبقى افكت وان هي بتطلع فيها مشكله، فيبقى لازم المايلد ده اتدخل. بس لسه احنا ما قالوش لسه ما طلعولناش جايد لاينز لكده يعني. In the era of therapeutic hypothermia, infants need to be diagnosed within 6 hours يبقى احنا متفقين دلوقتي ما بين 2 و 6 ساعات لازم اشخص لكن ابتدي الهايبوثيرميا زي ما الدكتور غاده قال لك ايه ما بيننا كده ودي ينفع اكمل 12 ودي لكن على الورق لا يبقى خلال من ساعتين لساعتين برضو عشان اقرر سيبه يستريح شويه ويستقر ساعتين should be diagnosed corresponding with the window of opportunity for treatment of moderate to severe neonatal encephalopathy compared to the retrospective grading over 2 to 3 days. زمان كان يقول لك ايه انا بشخص ريتروسبكتيف يجي عند دومينت اقول اه ده كان كذا ده كان كذا وبعد اقول ايه بيقول لك ايه اتش اي اي فور ديفرنشال دايجنوستس او فور كذا ما شخص لا انا دلوقتي لازم اشخص في الست ساعات الاولانيه لان بناء عليه لازم هعالج طب ما ينفعش حته زمان دي ان انا استنى اشخص ريتروسبكتيف باثر راجع يعني
Also, it has become a challenge to recognize the moderately affected newborn on time to be able to call this patient before 6 hours of age. Clinicians taking care of this group of patients know very well that moderate HIE may not be evident in the first few hours. ده حتى المودريت ساعات ما تبقاش باينة. ما بتبقاش باينة للكلينيشن اللي مش متمرن. والكلينيشن اللي ما عندوش high index of suspicion. عشان اقول لكم خليكم شكاكين خليك شك يعني بلاش شك في حياتك بس شك فيه. لازم فبتضيع منك حتى المودريت ممكن تضيع منك وانت مش متمرن. لو ما عندوش convulsions. حدوث ده الحاجات الثانية هو هايبوتونيك ولا مش هايبوتونيك هو الريفلكس ده سبريسد ولا سبجكتيف يعني في اختلافات في وجهات النظر بيني وبينك تمام فممكن يبقى مثل ذلك لكن لو في كونفرسن لا يبقى ما مش مسموح لك ان انت تدور ده بجد يعني even amplitude EEG may appear as normal حتى الاي جي ممكن يطلع normal especially if the patient has been transferred from another center يعني لو جايني من حته ثانيه وكانت الحته الثانيه دي باديا كولنج طب انا بقى مش عارفه اقول هو ايه فده تشالنج بالنسبه لي طب انا اعمل ايه هضطر اكمل كولنج هضطر اكمل وماليش اختيار لكن انا مش عارفه بالظبط وش ستيج لو جاي لي كده ايه التشالنج اللي بعد كده ايفن نوت كولد حتى لو مش كولد والباسيف كولنج كان واقف with the idea that the patient is out of inclusion criteria this patient may progress to have seizure within hours now making them eligible for therapeutic insertion بس بعد ايه بعد ما فات الاول فات الميعاد وبقينا بعاد خلاص بعد ما فات الاول therapeutic window will be over صحيح انا هو اتحول وشفته كل حاجه بس كان خلاص حاجه بس برضو ودي لا نبتدي برضو therapeutic insertion ما يمكن يعمل يمكن يستفيد بالشانس ولو حتى 5% اهون مستفيد therefore it is a real challenge to recognize the moderate HIE اللي هي stage 2 SARNET patient if the clinical picture is not straightforward for early diagnosis طب البراكتيكال تشالنج بيقول لك ايه بيقول لك ان فرص يعني التشالنج الحقيقي كمان عندنا في الدايجنوزز ان شورت تايم فور دايجنوزز داز نوت اكاونت فور ذا فاكت ذات ان نيونيتال كفالوباثي از ا دايناميك بروسيس انا عندي الفتره اللي انا اشخص فيها فتره ضيقه عشان الحق اشخص واعمل والبيبي ده في مكان عشان يتنقل لي والكلام ده فعلا ده تشالنج بالنسبه لي انت زنقني في 6 ساعات انا مش عارفه اتصرف فيهم ده الفيرست تشالنج الحاجه الثانيه ان during the first few hours after birth symptoms of neonatal necrosis can be subtle ممكن ما يكونش في سيمتوم and difficult to discern at this time other factors زي maternal sedation او الانالجيزيا may confound the diagnosis كمان دي ممكن تلخبطني دكتور بقى فرنات سنة 2020 بيقول لنا ايه have recently proposed a multi-central study to re-evaluate and refine the criteria for فرنات السيد ده هو بيراجع نفسه بقى وهيصلح الدنيا وهيضل عليها حاجات بيقول لك ايه this proposal reflects the importance of a change of diagnostic criteria since the introduction of therapeutic hypothermia and aims to correlate the scale with new technologies including advanced monitoring و EEG و video monitoring and amplitude EEG يعني هو هيغير لنا او هيريفاين او هيريفاليويت السكور بتاعه بس طبعا ده لسه هيعمله يعني it should be highlighted that neurological examination is subjective زي ما قلت لكم دي subject فيها وجهه نظر بيني وبينك فيها اختلاف بيني وبينك subjective and neurological sign can be changed over hours تتغير فيبقى لازم ايه يبقى لازم عشان كده انا بكرر بعمل ريبيتيشن ويا ريت يبقى ويا ريتنا نبقى اثنين اللي نعمل الحاجه ونشوف انا واللي قدامي ده اخبارنا ايه it should be highlighted that neurological examination is subjective دي بتتعدى معلش نسيت امسح in order to address these discrepancies there have been calls for video taping لازم اعمل لكم فيديوهات ولازم اعمل examination ولازم اعمل training عشان احسن الاداء بتاعي فموضوع يعني المفروض الدكتوره غاده ال اتش اي ده يتعمل له اورجانيزيشن لوحده كده ونعمل له شغله لوحده عشان تدريب الناس كلها يبقى مشروع قوي سرنات الكونكلوجن بقى او في الاخر الخص كلامي ان السرنات والتومسون دول اسينشال كومبوننت في الاسسمنت والايفالويشن بتاع الانفنت والنينيتال انكيفالوباثي الكلينيكال تول بروفايد فيزيشن وذ ستاندردايزد ابروتش
تو سيستماتيك نيورولوجيكال اكزامينيشن ودوكيومنتيشن للبرينيتال نيورولوجيكال فايندر. نمره 3 ان ليش اي سكورينج سيستم هاف بين ان انتجرال بارت، ده جزء مهم جدا في ان انا ابتدي المانجمنت بتاع الثيرابيوتيك هايبوثيرميا، ان دي الاو اللي هم الاتش اي اللي هو التومسون والسارنيت دي الاو وان تو تراك ذا انفانت انكفالوباتيك ستيتس اند ذا اوتست اند بوث جورينج and after 72 ساعة، يعني عند بداية العلاج وبعدين 72 ساعة وبعد كده كمان. They have high predictive value for the outcome. And finally, thank you. أتمنى أن أنتم تكونوا يعني موضوع وصلت. شكرا جزيلا. بشكر الدكتوره نيره في الجامعه على المحاضره، يعني اللي حقيقه بدات فيها دلوقتي الاهميه، يعني قصه ان احنا عمالين نتكلم على التلاقي وازاي ان احنا نفوز شكرا جزيلا دكتوره نيره. احنا دلوقتي هنسمع دكتوره هبه علي. دكتوره هبه ممبر في ببواتيات وحاجات صعبه جدا، والحاجات دايما حلوه جدا الحمد لله. خير لكم ان انا اعمل كولينج غير ماشين ما هياش مشكله خالص لحد دلوقتي، بنعمل كولينج غير ماشين في البرايفت ازاي نعمل كولينج ان لو ريسورس. هي المفروض ان هي يعني ايه ليه؟ لا لا لا، طب عايز تقول لي ليه؟ لسه الساعه 10 لو حسيت البلاشه البلاي ستيشن كلها.